قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم السبت 25 فبراير 2023 بنقل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته وهي الحبس شهرا بعد قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم على حكم حبسه. وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قام بتسليم نفسه إلى التنفيذ لنيابة النقض أمام محكمة النقض قبل نظر أولى جلسات 3 طعون على حكم حبسه. كان المستشار مرتضى منصور في مجلس النواب اللي هو السابق، وهنشوف دلوقتي أسرار عنه عن زوجته وأولاده وزوجته. مرتضى أحمد محمد منصور مولود 17 يونيو 1952، محامي مصري تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في عهد رئاسة الدكتور كمال درويش. ده المستشار مرتضى منصور وحرمه. دي صور ليه معاه. حرم المستشار مرتضى منصور. ثم تولى منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. التحق مرتضى منصور بكلية الحقوق وتفوق فيها، وأول مناصبه بعد التخرج من كلية الحقوق كان بالقضاء. معروف طبعا أشهر من نار على العالم. وخصوصا في الأيام الأخيرة دي. وعين وكيل نيابة بمدينة الإسماعيلية، وهو وكيل مؤسسي حزب مصر الحرة، وقد ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 عن حزب مصر القومي. ولد بحي شبرا بالقاهرة وأصله من محافظة الدقهلية، ومتزوج وله ولدين وبنت. أحمد مرتضى منصور هو الابن الأكبر، يعمل محامي بمكتب والده. أحمد مرتضى منصور وترشح لمجلس الشعب عام 2012 عن دائرة الجيزة، وخسر أمام المرشح عمرو الشبط، ثم عاد وفاز عليه في نفس الدائرة سنة 2015. إيمان بدر الدين زوجة أحمد مرتضى منصور، امرأة ابن مرتضى منصور. وقد نشر أحمد مرتضى منصور في يوليو 2016 صورته بصحبة ابنته أثناء متابعة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي أقيمت في استاد برج العرب. دي صورته مع بنته. وكتب عبر حسابه على موقع انستغرام: يا رب، متمنيا الفوز لفريق. كما طلبه الكثير من متابعيه بإتمام صفقة إعارة اللاعب النيجيري ستانلي وضمه إلى صفوف نادي الزمالك. هنشوف مفاجأة عن الابن الثاني دلوقتي. دي صورته مع مراته وبنته. نشر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تويتة جديدة طالبا فيها الدعاء له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب أحمد مرتضى منصور: أتوجه بالشكر لله أولا والدكتور حازم ياسين أستاذ العيون لقيامه بإجراء عملية جراحية لي بالأمس. دعواتكم بالشفاء لي ولكل مريض في أول مراحل العلاج إن شاء الله. وادي التويتة اللي نشرها بيطلب فيها الدعاء النهاردة 27 أغسطس 2020، وقال إنه عمل عملية جراحية أمس. وفي سياق آخر قال أحمد مرتضى منصور أن الفوز على الأهلي دائما ما يكون له مذاق خاص. وأضاف أحمد مرتضى أن روح لاعبي الزمالك من أبرز مكاسب المباراة، موجها الشكر إلى أمير مرتضى صاحب فكرة الاعتماد على الناشئين. وأوضح أحمد مرتضى بأن مباراة القمة أثبتت أن ناشئي الزمالك بخير، مؤكدا أن مرتضى منصور يتعرض لحرب رهيبة بسبب نجاحاته مع القلعة البيضاء. وأكمل: مجلس إدارة الأهلي هنأني بعد فوز الزمالك والأجواء كانت جيدة، أتمنى إزالة الخلافات
في الوسط الرياضي ونعود للتشجيع والروح الرياضية، وكارتيرون أثبت نجاحه بالمباريات المهمة. أميرة الابنة الوحيدة لمرتضى منصور، وهي زوجة مستشار مصري يدعى هشام الرفاعي. دي ابنة مرتضى منصور. أمير بقى الابن الأصغر ويعمل محامي بعد أن تخرج من كلية الشرطة المصرية، والمفاجأة إنه متزوج من ابنة أخ العقيد الليبي معمر القذافي. وعلى فكرة المعلومة ديت مش أكيدة، ولكن في بعض المواقع ذكرتها إن هو متزوج من ابنة أخ العقيد الليبي معمر القذافي. وفي يوليو 2009 حرص حشد كبير من نجوم السياسة والفن والساحرة المستزيرة على مشاركة المستشار مرتضى منصور وحرمه نجوى الديب الاحتفال بزفاف نجلهما المحامي أمير إلى الإعلامية جاسمين كريمة رجل الأعمال الليبي خليفة القذافي وحرمه دكتورة أمينة القذافي، وذلك داخل فندق الفور سيزون نايل بلازا بحضور سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم والكاتب الصحفي مرسي عطالله الرئيس السابق لنادي الزمالك. والدة العريس والعروسان ووالدة العروس أمير وجاسمين، المستشار مرتضى منصور يتوسط العروسين وحمائي محمد حمائي المطرب، وهنا مرتضى منصور وحرمه عروسان وهاني رمزي ورامي صبري. نيكول سابا والعروسان والد العروس خليفة القذافي والعروسان وخالد زكي، والد العروس خليفة القذافي وحرمه دكتورة أمينة القذافي، ووالد العريس المستشار مرتضى منصور وحرمه نجوى الديب، مهندس يحيى الكومي وكابتن خالد لطيف ودكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، ودكتور نبيل لؤى بباوي وهاني عزيز، وممدوح الليسي ودكتور اشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان خالد زكي وكريم عبد العزيز ونبيل عبيد واحمد ادم ونبيل الهجرسي. مصر كلها كانت في الفرح، ومع عثمان والمنتج اسماعيل كوتكوت وحراميه امل رزق والفنان فراس وعفاف شعيب واحمد شاكر والكاتبه الصحفيه نعم باز وفاطمه ابن حوحو رئيسه قناه الساعه، والعميد احمد صالح وحرمه الاعلاميه منى الحسيني وطارق علام وغيرهم من أبناء الجالية الليبية بالقاهرة، كلهم حضروا عشان يشاركوا الفرح، وأصدقاء العروسين الذين شاركوا هما الرقصات على أغاني الدي جي خالد عبد الرحمن ونيكول سابا ورامي صابر ومحمد حمائي ومحمود العسيلي وكاريكا. ارتضى منصور وحمائي والعروسين. سامي العدل الله يرحمه.